السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معاكم نعاد آخر العنقود. احنا فين؟ احنا في سوق الخميس المطرية في الساحة اللي أنا بصور فيها على طول عند أستاذ محمد. طبعا كلكم سألتوني عنه، شوفي الجديد اللي عنده ايه يا دعان من المفارش، لأنه هو مخصص في الجبلان، مفارش، ترابيزات، صالون، أنتريه، بيضات، مفرش للسفرة. والمفرش القمر اللي لسه طلع دلوقتي دوت انا هوريه لكم بسعره، بس ما تنسوش باللايك سبسكرايب للقناة، ومرة اشوف قناتي فعل الجرس يوصلك كل جديد. تعال نخش على الجديد. الله، حلو قوي ده. بس هو طبعا يعني كل حاجة جاية بكرة، جاية بكرة. تمام، بس انت هتطلعه بالمتر. بس ده كده المتر بكم؟ اللي فيه لولي ده كله 25. 25 اللي فيه لولي ده كله 25 جنيه. ده كده 25 جنيه. كل ده 25 جنيه. دي درجات على فكرة، في فاتح وفي غامق، مش كله درجة واحدة، في فاتح وفي غامق. ده ما فيهوش لولي بس تاج عالي، بس حلو قوي التاج ده. 25 برضو المتر. تمام، ده بكام؟ 20. ده 20 جنيه. كل ده كده 20. وده كده 20 جنيه. 20. ده حلو قوي، تاخديه كوستر. يا لهوي على القمر، تاخدي كوستر. بصوا دي حلوه قوي، لونها جميل مع البصل، ب 20 جنيه. دي قمر، دي ب 20 جنيه. بصوا العسل ده، بصوا العسل ده، ده ملوش بقى قبليكا. يا ريت يا ريت يبقى ب 20 جنيه. هو لو ملوش قبليكا بيقول لي يا ريت، هو لو بقبليكا يبقى ب 20 جنيه. بصوا ده حلو قوي، لو ده على الجكار ويتحط له لوري كده هيبقى شياكه والله، هيبقى شيك جدا. ده كده كام يا محمد؟ يا برنس ده كده كام برضه؟ 20 برضه. 20 برضه. 20 20 20. ده كده 20. شفت ده؟ وده كده 20. استنى بس نمشي لهم واحده واحده. واحده واحده. وده 20. وده 20 برضه. 20 برضه. برضه بصوا الرسمه بتاعته، ب 20 برضه. ده يا محمد بكام؟ زيه 20. ب 20. الموف والموف 15. وده كده 15. بصوا قمر ده كده كام؟ في الدرجات التانية بس الأعلى 15. ده 15. تمام، 15. 15 جنيه. 15. 15. الحبة الأولانيين دول 10. 10 جنيه؟ ده كمان 10؟ دي حاجة تصفية والله. ده حلو قوي، بس عارفين لو لون تاني؟ ده 10 جنيه. 10 جنيه. بصوا ده حاجات تصفية، 10 جنيه. 10. كل ده كده تصفية ب 10 جنيه. 10 جنيه ده حلو قوي، ده اللي جميل. بس لو لون تاني ده كده 85. 85. أول أربعة 85 جنيه. تمام، ده قطيفة أهو. قطيفة تقيلة على فكرة. عشان في حاجات 85 جنيه. ألوانه زي ما أنتم شايفين. حلو قوي، ده كده 85. اللي بعده بقى ده خامة تانية خالص. ده جبلان. ده الجبلان بكام؟ 100 جنيه. 100 جنيه. لا افردها لي بقى عشان انت. اللون ده بني، اللون ده كده زي بني وعسلي، الكافيه او العسلي. تمام، ورينا بقى البيج ده، حلو قوي قوي البيج ده. فاتح وغامق. فاتح وغامق. الله، مع النبيتي جميل، الفاتح والغامق معايا. حلو، اللي بعده. اللي بعده 120. ب 120 جنيه برضو، الوانه موجوده عندك، كشميرات واللون الرمادي والكشمير والبيج والكافي. حلو قوي. المفرش بقى المدور ده بكام؟ بتاع ترابيزه مدوره ب 300 والله بالسعر القديم. يعني هي ايه، عندك قطعه منه ولا دي اخر قطعه؟ عندي حوالي قطعتين منه تاني، يعني اثنين ولا حته يبقى ثلاثه. حلو قوي، مدور جميل قوي ده. الجديد اخف وسعره اعلى. الجديد اخف وسعره اعلى. تمام، بصوا ده مفرش قطيفه، ده قطيفه. المفرش قطيفه قلنا بكام؟ يا برنس القطيفه ده قلنا بكام؟ 85 معانا. 85 جنيه. بصوا القمر ده ب 35 جنيه. يعني انا مش عارفه اقول لكم ايه على القمر ده، هوريكم حاجه منه مربعه دلوقتي. بصوا هو خفيف مش تقيل، بس كشكل على الترابيزه حلو قوي. هوريكم بقى المربع منه، شكله روعه. ورينا المربع اللي احنا كنا بنتكلم فيه من شويه، اللي عليه عصفوره ده. وانت ماسكها العصفوره باينه، انت مش قلب حالها ليه؟ معلش ثواني كده، طارت كده زعلانه، اديتها عرفت على راسها. بصوا شكل العصفوره باينه ازاي في الكاميرا، تخيلي بقى لو هي على الترابيزه هتبقى تحفه. ده المربع، المربع ده زي المستطيل بالظبط، 35 جنيه، حاجه كده تحفه. مربع تاني اهو.
شكل تاني. بصوا لا مستطيل شبه دي، هوريكم شكل تاني في المربع. وكان على فكرة نازل منه ريلز ونازل منه طقم تسريحة. ده الريلز، ده الرنر يا ريلز. ايه الرنر يا لهوي، دماغي في الريلز بتاع الفيس. والله يا جماعة معلش اعذروني، الواحد مضغوط قوي بصراحة يعني. الحمد لله رب العالمين. ده الرانر، والرانر شبه الريلز. المهم ده الرانر بتاع السفرة 35 جنيه برضو. هوريكم الشكل التاني، مربع زي بتاع الترابيزة بتاع الانتري. طب على ما تجيب المربع قولي بكام التلات قطع ده؟ قطعة واحدة جاية اخر. هي قطعة مفيش غيرها. وب 35 برضو؟ لا. مال بكام؟ 65. اتقل اتقل طبعا. اتقل اتقل خلاص تمام. بس هوريكم الرانر. طعم التسريحه من المفرغ ده ب 35 برضو. بص عليه ايه العصفوره برضو 35 جنيه عليه عصفوره اهي. ده ثلاث قطع، اثنين للتسريحه واثنين وواحد لل اثنين للكومودينو وواحد للتسريحه. مفيش اهو ده كده بتاع التسريحه، وده بتاع الكومودينو المربع بتاعه شكل تاني اهو. ده الشكل بتاع العصفور. بصوا يا جماعه انا دخلت المحل جوه محمد، يعني ما شاء الله لو ببارك، عنده كميه مفارش رهيبه، وعنده اللي هي البيضات بتاعه الانتري وبيضات الصالون. عنده مفارش اهي زي ما انتم شايفين، لما يخلص الزبائن اللي بره عنده مصليات. كان في ناس بتيجي تاخد من عنده كميه. دي المفارش اللي هي بتاعه السفره، هوريها لكم بره. ده المفرش القطيفه اللي انا لسه موريها لكم. بصوا الخامه بتاعته حلو قوي. كل ده ما شاء الله اللهم بارك عند محمد هتلاقوه. طبعا انا جوه المحل كان في برضه حاجات الصبح، بس طبعا دي يعني حاجات مفروزه يعني. هو بيقول لي ده كان الصبح يعني. ده كان الصبح طالع بكام؟ 25. 25. هو قال لي انت جاي متاخر، وانا فعلا جاي متاخر، ما وقفتش في الساحه النهارده تمام ان شاء الله. نيجي بقى نكمل بره. ده رانر برضو يا محمد؟ ده رانر بس يعني حاجه مختلفه شويه. مربع يعني مش مربع مستطيله النهارده. بص تلاقوني اطول من الطبيعي. اطول من الطبيعي 2 متر؟ يعني الطبيعي بيبقى متر و80 تقريبا، ده هتلاقيه حوالي 2 متر. ده عايز سفره تبقى بتاعه 8. هيبقى اشيك على البوفيه. تبقى شيك قوي على البوفيه. وممكن سفره 8 كراسي تبقى حلوه قوي برده. ده بكام بقى؟ ده اخر قطعه ولا ايه؟ اخر قطعه ب 120 جنيه. تحفه يا بنات والله. شفتوا توك عنده مصليات جوه اهي، شكل المصليه من على قرب حلو قوي. ودينا اللون تاني كده لذيذه. بكام بقى المصليه؟ 75. ب 75 جنيه. بشرب. ده كده مفرش السفره يا جماعه. ده كام في كام؟ ده كام في كام؟ ده 42 في متر 40. 2 متر 40 في متر 40. حلو قوي. الرسمه اللي في النص تحس انها رانر لوحده كده. ايوه ما هو سفره اهو. يعتبر دخله رانر. رانر في اهو. بكام ده يا محمد؟ 300. 300 فرز اول، ما فيش اي حاجه فرز اول. برضو نفس الحوار. ما انا مش في الكاميرا يعرف ان هو ما بيحصلوش. بصوا ده رانر كده برضو في النص، بس ده اللون السكري الفاتح تمام. التاني كان لون اللي هو التحيني، هقول عليه عشان يبان اكتر في الدرجه ان هو طحيني اللي في الارض ده. الاثنين جنب بعض. وده السكري. هما اللونين دول بس. هما الفرق اللون. اللونين دول بس تمام. في حاجه زي كده. كنت لسه هقول لك ايه اللي فوق ده عشان شكله مختلف. ده جميل قوي. ايوه الكشميره دي هاتها هاتها. وكمان نبيتي، يعني في كشمير وفي نبيتي. ان شاء الله على الاسبوع الجاي يكون جد بقيه الالوان. طب انت دلوقتي بنتكلم في دي، هي الرسمه اللي هناك دي غير دي. طب تمام هنفرد ده برضو. هنفرد ده. حلو قوي الكشمير ده يا جماعه. اللهم بارك على الخامه، خامتها جميله. بصوا القمر، بصوا القمر بجد قمر. ده شكله كده في النص والورده بارزه. ده بقى سعره كام؟ برضه المقاس 42 في متر 40. مش نفس السعر بقى؟ نفس السعر، نفس المقاس كله 42 في متر 40. بكام بقى؟ ب 450. 450. لا افرض ان بيتي الشكل ده اهو. لا بصوا في رسمه كده من جواها تمام. باري.
في رسمه اهي باينه في النبيتي. افرد لنا النبيتي بقى. لا دي المهم ده النبيتي، ده النبيتي عمر بتاكد بس. ده النبيتي، وبص البوكيه بتاع الورد 450 جنيه بس مفرش. لا بصراحه جميل جدا. ورينا الشرشوبه كده اهو، انت بتفرك كده، بصوا الجبال، بصوا بس عشان ايه صرف ومكلف الراجل. مسكوني بقى كده افرد معاك عشان انا حاسه ان انت واقف كده مفهوم ايه؟ ما هو عشان بس اوريهم الشغل. بس عايز الصراحه ده اخف من اللي انت لسه فردينه. اخف من الثاني بس هو موديلات يعني. ده اخف من اللي احنا لسه فردينه. اللي احنا لسه فردينه يا جماعه ده ملوش حل، انما ده اخف. بكام بقى الاخف ده؟ هو 450 برضو؟ لا بس ده قيم، ده قيم. واللونين دول بس الموجودين؟ اللونين دول تمام. ده برضو لونين، لون اللي هو الكافيه. ايوه. واللون الكشمير بتاعه حلو، كشمير اهو، ده الكشمير بتاعه. بصوا في رسومات كده في الارضيه، وبوكيه من كل اتجاه، وبعد كده بوكيه كبير في النص 450. اهو الرسمه بتاعته عشان تبقى ظاهر اهي كده، هي تبقى ظاهره. وادي البوكيهات اللي انا بتكلم عليها، وادي الشرشوبه برضو نفس الخامه. حلو قوي 450 جنيه. ان شاء الله الاسبوع الجاي تكون جت بقيه الالوان. تمام. اخر حته من اللون ده نفس النبيتي. نفس النبيتي نفس النبيتي والكشمير بتاعي. والكشمير بتاعي ده البيج. ده البيج وكله دلوقتي ميال مع البيج. ليه بقى؟ بيمشي على اي لون انتريه او اي لون يعني، لحد لو حتى لو حتى السفره مع الانتريه فبيحبوا يمشوا ماتشنجات مع بعض، فدي تبقى حلوه قوي مع السفره الهاديه اللي في البنيات برضو. تمام. وهي الورده بتاعتها زي ما انتم شايفين كده، نبيتي دور لهم الظهر عشان الناس تحب تشوف الظهر قوي. تمام. في ناس تحب تتفرج على الظهر والله. عايزين لسه كان في حد واخد زيه اللي احنا بنفرشه على وشنا، مش عارف ازاي بس هي يعني. بصي هي مش واضحه قوي. مش وشين. لا هو مش وشين بس هقول لك ليه، هقول لك ليه هو مفرده على الوش التاني. عشان مفيش فتله. عشان مفيش فتله. مفيش منها فيها، بحيث ان مفيش فتله بارزه من ورا. لا خلاص يبقى كده تمشيه على الوشين. تمام. فاكرين المربع ده ما زال لسه موجود عنده؟ ده سعره كام يا محمد؟ ولسه بنفس السعر ب 75 جنيه هتلاقيه من 75 جنيه 15 هتلاقيه بنفس السعر. كان معاه بقى رانر، وكان ساعات بينزل منه بتاع ده طقم تسريح، ما نزلش ولا خلص؟ لا التسريح التلات قطع. تمام. ده لون تاني. عندي المربع اهو، ده المربع ومعاه التسريحه بتاعه. تسريح ما نزلوش كوشن بقى بالمره؟ يا ريت والله، والله يا ريت ينزلوا كوشن اهو. حلو قوي. تمام. هنا الاضاءه حلوه قوي كده لما بدلنا فعلا. انت شايفني يا عمر؟ كده شايفاك يا ابو عمر. لا دي اللي وراني كده بقى عشان اوريه. التسريحه بتاعته حلوه قوي قوي بصراحه. رانر واتنين للكومود. طيب دلوقتي التسريحه 75 زي مربع. 75 زي المربع ده شكل التانية. ودي ايه؟ ودي المربع بتاع نفس اللون اللي معاك. نفس اللون اللي معايا مربع. كل لون ليه التسريحة بتاعه. مربع. ودي ايه؟ التسريحة بتاعته. ده كده شكل المربع الجبلان. المربع متر تقريبا في متر. كله متر في متر. تمام. كله مقاس واحد مع اختلاف الايه؟ الموديلات والخامات. ده ادي لون ده 150. ادي لون 150. واللون التاني الكشمير بتاعه. كشمير. يعني كشمير وعندك السكري اللي انت عاوزاه من الاثنين موجود، وب 150 جنيه بس خامه تقيله ومحمله. وادي التسريحه بتاعه. وده الرانر بتاع التسريحه والاثنين كومود بتاع الكوموجين. اي حاجه منهم 150. يعني 150 طقم التسريحه وكمان المربع. تمام. مربع ده زي بتاع السفره اللي احنا لسه فردينها. أيوة. ده بتاع السفره اللي احنا لسه فردينها كان ب 450 طقم السفره. أيوة. اللي هو المفرش. هو ده. سفرة. حلو قوي. ده يتحط على السفرة ويتحط على الترابيزة بتاعة الانتريه، يبقى تحفة الاتنين كده مع بعض. طيب المفرش بقى اللي هو ده بكام؟ 150 برضو. تمام. النبيتي بتاعه. النبيتي حلو. تورينا الجنزال اللي ورا واللي هو قطعة واحدة يعني وبخلان علينا في يعني منه؟ ان شاء الله. حلو قوي ده. تمام. احنا قلنا ده كده 150. 150. ده 120. ده 120 جنيه. تمام. تمام. ادي لون. ادي لون. اتنين. تلاتة. تلات ألوان أهم. أربعة. أربعة. تمام كده؟ حلو.
وده شكل تاني ازرق اهو كحلي. ده كحلي؟ اه عم الوان او ازرق يعني هو ما انا مديلي الزرقانة والله او الكحلي. حلو الشانيليا دي ايه بقى؟ الشانيليا ده برضه عامل 120 120 بس ده الشانيليا التقيل يعني ايه؟ اه ما انا شايفه انا شايفه قولي برضه للناس ده مفرش مربع. طيب المربع بكام؟ 120 120 كله برضه مربع متر في متر متر في متر ب 120 جنيه مربع بتاعه. اه ده الشانيليا التقيل وب 120 جنيه تمام. الوانه موجوده ولا اللون ده بس؟ نبيتي وكشمير. نبيتي وكشمير. امال البني اللي جاي ده ايه؟ هو ده شكل تاني برضو بنفس السعر بس شكل تاني. ماشي بس يعني موجود اشكال مختلفه. آه بس الالوان موجوده. اه ده شكل تاني ده ماشي شكل تاني. حلو قدامك الشكل ده وقدامك الشكل ده اللي عايز حاجه ياخدها سكرين. ماشي حلو قوي ده برضو جايب قلوب حوالين داير الورده في النص. 12 منديل عاملين كام قلت لي؟ 55 جنيه. 12 منديل دول عاملين 55 جنيه. العرض 80؟ العرض 80. دي كده بيضات كنب على المتر بالظبط هتلاقيه 80. حلو البيضات بقى دي عامله كام؟ 110 الكنبة عاملة 110؟ اه بس دي متر وثمانين عرض 80 مش متر وسبعين عرض 70. يعني دي متر وثمانين عرض 80 العرض بتاعها 80 في المتر وثمانين بمية وعشرة. تاخدي بقى الكنبتين معاهم كراسيهم ولا كنب بس؟ هو اللي موجود حاليا النهارده كنب بس ان شاء الله جاي لي قومه انكاري اللي هو الشكل الفرزاتشي الاسبوع اللي جاي. تمام الفرزاتشي ده انا صورته قبل كده واتاخد كتير قوي منه بمية وعشرة. كل الكنب ده كده ب 110 ما شاء الله. لون تالت اهو بني ب 110. بص الارضيه بتاعتها جميله. كبيره اهي بصوا كبيره العرض بتاعها 80 كبيره ومحترمه يعني صراحه. ده الكحلي وبرده ب 110 حلو قوي التجهيز بتاعه جميل بصراحه. حلوه دي الوانها قوي دي بيقول لك بتعلق في الستار يعني انا اخدها بشماعتها واعلقها. اه هي بصي بتبقى واحده كده. اه شماعه اهي. اه واحده كده فيها اثنين الاثنين دول بقى بيتعلقوا في جنب واحد ولا بيتعلقوا ايه؟ ممكن تعلقها بقى واحده النهادي وواحده النهادي مثلا جنب جنب الستار ما بين جنب الستار. 25 جنيه شماعتها. 25 جنيه شماعتها. اه للهدايا بقى اللي يحبوا يهادوا ممكن تتعلق دي لوحديها بس كده. عليكم الصلاه والسلام وبركاته. ايه ضحكتهم ولا لا؟ ممكن هي ليها الوان كتير. ايه اللي بجي كده عشان انا عجباني السودا قوي الاسمر ده جميل قوي بصراحه بالشماعه بتاعتها 25 جنيه. وفي سكري واللون بتاع ده اللي هو الموف او ممكن تسموه النابي. في الوان كتير قوي منه. بص هو بيجيب منين عنده كميه. واللون النبيتي اهو ده النابي ده نبيتي عندك السكري عندك الاسود. ممكن تاخديها هدايا وبتتعلق جنب الستارة على طول وممكن في الحيطة على فكرة. تاخداني لون. ودي اخر حاجة هنقفل عليها ما شاء الله يعني حلوين دول برضو كهدايا. انت بقى حاجة قدامك